أيها الإخوة الأكارم، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لذلك قالوا: أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، ما طبق علمه، وأندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ورثوه حلالاً أنفقوه في طاعة الله فدخلوا بمال أبيهم الجنة ودخل هو بماله النار، لأنه كسبه من طرق متعددة لا ترضي الله عز وجل.